تشكيلة الفريقين لم تتغير. كرة ملعوبة عالية، عبد الرحمن تفلت، كرة جول جول جول. الهدف الثالث من تيسير بخطأ من عبد الرحمن الغامدي. الهدف الثالث يا ياسر. ثلاثية للأهلي في بداية الشوط الثاني في أول دقيقة. تيسير الجاسم يعوض هذا الجمهور ويعوض المجانين عن هدف بخطأ من هذا الحارس اللي ارتقى. حنشوف اللعبة اللي معك على طول. لاحظ الكرة كانت في متناول عبد الرحمن، فلتت من يده، اتلعبت وارتدت، وهنا تيسير تبعها ويسجل الهدف الأول لتيسير والثالث للفريق الأهلاوي. ثلاثة أهداف للأهلي.